السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم دان، أهلا بحضرتكم. النهاردة هنتكلم عن من أين أحصل على أصغر موتور تقدر تحصل عليه أو تقدر تجيبه. الموتور ده يعتبر متواجد في أغلب البيوت. تعال نشوف الأول الموتور والأمبير الخاص بيه بيشتغل بكم فولت، وبعد كده هقول لحضراتكم تقدر تحصل عليه من فين. هجيب جهاز الأنفوميتر، هنظبط على 200 ميلي أمبير. هنجيب بيشتغل ب 3 فولت، هنجيب 3 فولت وهنوصل جهاز الفولتميتر بحيث او الافو بحيث نقدر نعرف الامبير المسحوب الخاص بالموتور. هنوصل اطراف الموتور، زي ما حضراتكم شايفين الموتور شغال، الموتور سحب معانا 87 ملي امبير. الموتور ده تقدر تشغله بحيث لو معاك خليط طاقة شمسية صغيرة جدا تقدر تشغله عليها بحيث تحصل على حركة. الموتور ده بيسحب امبير ضعيف، اقل تيار كهربائي من الطاقة الشمسية يقدر يشغل الموتور ده. الموتور ده بيكون موجود في جميع الموبايلات. الموتور ده هو الخاص بالفايبريشن، تقدر اي موبايل تالف يكون مستغنى عنه تقدر تفك الموبايل تخرج الفايبريشن ده. ده عبارة عن موتور بيشتغل ب 3 فولت دي سي. طبعا هو شكله اصغر من كده وراكب فيه كاوتشة بحيث يثبت الموتور اثناء الاهتزاز، يعني ده يعتبر نصف حجمه كاوتشه. وبكده نكون انتهينا حلقه النهارده. شكرا متابعين قناتكم المبدعه، اتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجال اشترك بالقناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.